في يوم 7 أكتوبر 2023 هاجمت المقاومة الفلسطينية الأراضي المحتلة في هجوم هو الأقوى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبعد يومين من هذا الهجوم فرضت إسرائيل حصار كامل على قطاع غزة. هذا الحصار يلي أدى إلى انقطاع الغذاء والدواء والمياه وحتى الكهرباء والإنترنت. وفوق الحصار استمرت إسرائيل في قصف القطاع بشكل لا يمكن تصوره. فالصور يلي بتيجي من غزة بتدل على إجرام الجيش الإسرائيلي المحتل يلي استهدف أحياء ومباني ومستشفيات وقتل إلى غاية هاي اللحظة أكثر من 4000 فلسطيني، 60% منهم أطفال ونساء. واليوم رح أحكي عن إيش قاعد بيصير الآن في غزة. غزة لا تغيه أوتو هدفه. Our people that were killed. إذا اطلعنا على قطاع غزة رح نلاقي هذا المكان الصغير يلي مساحته ما بتتعدى 365 كيلومتر مربع فقط. لكن على الرغم من صغر حجم هذا المكان إلا أنه بيعيش في قطاع غزة أكثر من 2.3 مليون فلسطيني. لتكون غزة مكان من أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض، ومن قبل الأحداث الأخيرة بيعيش أهل غزة ظروف صعبة جدا. فالقطاع كان ولا زال تحت مراقبة وحصار إسرائيلي، بالتالي ما حدا بيقدر يطلع أو يدخل أو يشتغل برا غزة إلا بإذن من الاحتلال الإسرائيلي. وبناء على هذا الكلام مش مبالغة أبدا لما نقول إنه غزة هي أكبر سجن مفتوح بالعالم. وللأمانة يمكن السجن يكون أمان أكثر، لأنه في غزة حتى السماء ممكن تمطر عليك قذائف وصواريخ، صواريخ محرم استخدامها دوليا. وهذا بالضبط يلي صار بالأيام الأخيرة. فإسرائيل عم تقصف قطاع غزة بشكل مجنون وعشوائي، قصفت القطاع وحولته إلى جحيم. وبدي منك إنك تنسى حياتك وتتخيل إنك بتعيش في غزة اليوم، ما عندك أكل، ما عندك مي، ما عندك كهرباء، ما عندك رفاهية إنك تمسك تليفونك وتصور نفسك وتقول للعالم إنك عم بتموت. كل يلي قادر تعمله إنك تحاول تدور على مكان آمن لحتى تحمي حالك، تحمي عيلتك، تحمي الأطفال يلي معك. وفجأة تتطلع على السماء وتلاقي منشورات نازلة عليك، منشورات تحذيرية من الجيش الإسرائيلي بطلبوك فيها إنك تترك بيتك وتتوجه إلى جنوب قطاع غزة. وهون طبعاً أنت راح تنحط في موقف صعب، بتنحط بموقف بتنجبر إنك تسمع كلام عدوك، عدوك يلي بقصفك، عدوك يلي مجوعك، عدوك يلي قاطع عنك أساسيات الحياة. وبحسب التقديرات بيعيش في شمال غزة أكثر من 1 مليون فلسطيني. 1 مليون فلسطيني طلب منهم ترك بيوتهم وترك الملاجئ يلي بيعيشوا فيها ويتوجهوا إلى جنوب القطاع بدون حساب، بدون تقدير للنساء الحوامل، للأطفال، لكبار السن يلي ما بيقدروا يتحركوا من إلى أي مكان. هذا عدا عن أكثر من 22 مستشفى موجودين في شمال القطاع، وموجود في كل مستشفى منهم 2000 مريض على درت تتوجه مع 500,000 شخص إلى جنوب القطاع. فهل بتفكر انك صرت في امان فعلا؟ Our people that were killed or injured during Israeli strikes in their homes in Deir al-Balah which is located in southern Gaza. زي ما سمعت فحتى المناطق الجنوبية من قطاع غزة يلي يفترض انها امان هي ابدا مش امان، وما بتختلف عن اي متر موجود في غزة، كل متر معرض للقصف. فهون انت كشخص عنده عائلة، عنده أطفال، بتبلش بتفكر بطريقة ثانية لحتى تنجو من هذا القصف وهذا الدمار وهذا الموت وريحة الدم يلي موجودة في كل مكان. فبتحاول انك تطلع من غزة من المعبر الوحيد يلي بتقدر تطلع منه أصلا، معبر رفح الحدودي يلي بيفصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية. لكن يؤسفني اني اقول لك انه حتى هذا المعبر غير آمن. فإسرائيل قصفت المنطقة المحيطة بالمعبر أكثر من 3 مرات إلى الآن. هذا عدا عن غلق المعبر من الجانب المصري تخوفا من لجوء أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى صحراء سيناء. فالدول المحيطة بفلسطين مثل مصر والأردن وضحوا للعالم خطورة طرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم. فالفلسطينيين يلي تم تهجيرهم بال48 وبال67 إلى غاية اليوم ما رجع ولا شخص منهم إلى أرضه. والصهاينة سرقوا أرضه وبنوا فيها مستوطنات، وهذا فعلا يلي بدها يا إسرائيل اليوم من غزة. بدها تهجر سكانها وتحتل قطاع غزة ويتفرغوا إلى احتلال ما تبقى من الضفة الغربية. فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة أنه هيحدث أيضا أمر مماثل،
هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ. أنا بحذر من خطورة هذا الأمر. First part of the question on the issues of refugees coming to Jordan, and I think I can quite strongly speak on behalf not only of Jordan as a nation, but of our friends in Egypt. That is a red line, because I think that is the plan by certain of the usual suspects. على الهجوم يلي سوته حماس في 7 أكتوبر، وأنا يؤسفني إني أقول لك إنه السؤال بحد ذاته غلط. السؤال بحد ذاته مغالطة منطقية قد الدنيا. فسواء كنت مع حماس أو ضد حماس، فأنت ما بتقدر تنكر إنه إسرائيل بتقصف غزة من فترة لفترة بدون أي سبب. ما بتقدر تنكر إنه إسرائيل محاصرة قطاع غزة من 17 سنة. ما بتقدر تنكر إنه إسرائيل معيش سكان القطاع أصعب حياة ممكن للإنسان إنه يعيشها. ما بتقدر تنكر جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، الضفة الغربية يلي ما فيها حماس. وما بتقدر تنكر تعدي الصهاينة على المسجد الأقصى المبارك، خصوصا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة بوجود نتنياهو، بن غفير وسموتريتش. الآن كل المنظمات العالمية بتحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة رح تحصل في قطاع غزة في الأيام القادمة. فالمستشفيات مكتظة تماما، وبعيش سكان القطاع من أكثر من أسبوعين بدون ماء ولا غذاء ولا كهرباء. نحن متلم מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם. والكارث الأكبر يلي بتهدد حياة آلاف المرضى في المستشفيات في غزة هو إنه الوقود على وشك النهاية. وإذا فعلا انتهى هذا الوقود رح تنتهي حياة آلاف المرضى، المرضى يلي موجودين داخل وحدات العناية المركزة وعايشين على الأجهزة، مرضى السرطان، مرضى غسيل الكلى، الأطفال في قسم الخداج. وهذا الواقع الصعب مش موجود في مستشفى واحد أو اثنين، بل في جميع مستشفيات قطاع غزة يلي بالغ عددها 35 مستشفى، يلي بالفعل 7 منها صاروا خارج الخدمة نهائيا. والآن أنا وإنت عنا 3 طرق لدعم أهل غزة. أولا الدعاء، ثانيا قدم تبرعات للجهات الموثوقة في بلدك، ثالثا انشر على الإنترنت، لأن اليوم إحنا في زمن الإعلام والسوشيال ميديا قادرين إنهم يقلبوا موازين المعركة.